العاهل السعودي يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة، المحطة الثالثة والأخيرة من ضمن جولته في المنطقة. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن المفاوضات النووية مع إيران شرفت على الانتهاء من دون تحديد ما إذا كانت ستؤدي نهايتها إلى اتفاق أم لا. المفوضية الأوروبية تقترح حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل حظرا على واردات الذهب. وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك يحصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية من التصويت لتولي زعامة حزب المحافظين. الرئيس الفرنسي يقول إن الغابات التي احترقت تشكل ثلاثة أضعاف عدد الغابات المحترقة عام 2020.